مشاهدينا مكملين معكم في موضوع نقاشنا. طبعا احنا خلصنا موضوع نقاشنا الاعمال الخيريه، ولكن تكمله للمبادرات التطوعيه لدى الشباب، يسعدنا ان يكون موجود معنا السيد زيد النمري من مبادره مطر. اهلا وسهلا أهلا فيك. طب زيد، اليوم عم نحكي عن مبادره مطر. اول شيء الاسم ملفت للنظر. ملفت للنظر، انا جبته شوي ربطها في عادات شوي قديمه. احنا معتاد عندنا نحكي مثلا مطر شتاء خير، فانه معتاد زمان حتى الناس الكبار في العمر بيحكوا بعد فتره مثلا ما تشتيش الدنيا، بعد ما تشتي بيحكوا هذا خير من عند ربنا. نعم. فانه ربطتها مع يعني ربطت كلمه مطر مع كلمه خير. نعم. انه اقدر اساعد هالفئات الفقيره وذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. بداية حابين نعرف متى تجمعتم ومتى بدأت هاي الفكرة لديكم وقد ايه لكم يعني على هاي احنا صار لنا من 2013 بلشنا قبل سنة تقريبا. نعم. احنا متكون من 6، 3 صبايا وثلاث شباب. هدفنا طبعا كنا قعدنا مع بعض، هدفنا كان واحد، انه كلكم طلاب جامعة. كنا طلاب جامعة، هدفنا انه نساعد هالفئتين، انه الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. بالشيء اللي بنقدر عليه يعني حسب قدراتنا. يعني مثلا كنا مثلا كل اخر شهر الواحد يحط 5 دنانير منه. نعم. نشتري مثلا باكج اكل نوديه نستدل عائله معينه. نعم. نعطيهم اياه. نعم. اضافه بس انه يعني نضلنا نزورهم، مش انه بس خلص نعطيهم الاكل ونضلنا طالعين، يعني نعمل علاقات اجتماعيه معهم، نطمن عليهم كل فتره، نزورهم كل فتره بالدار زي هيك. طيب احكي لي، هل مبادرة مطر وبعنوان مطر، هل انتم استخدمتوا هالمبادرة لتعزيز نفسيتكم او لحتى تقدروا انكم يعني تساعدوا نفسيتكم بعمل الخير؟ بتحسوا انكم بتلاقوا في متعة او بتلاقوا في نفسية راحة نفسية؟ اكيد 100%. هسا احنا بس قعدنا كان عندنا رؤية. نعم. يعني احنا ايش شو هدفنا، خلينا نحكي بالمستقبل. نعم. او رؤيتنا انه ندعم المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. بجميع انه بجميع الشيء اللي نقدر عليه، ونعمل مجتمع تكافلي. يعني نعم. نعمل مجتمع تكافلي. كيف مجتمع تكافلي؟ انه نخلي المجتمع مثلا يدعمهم لو في شيء بسيط، يعني لو يعني للمعاق او سوري ذوي الاحتياجات الخاصه بابتسامه. نعم. انت بتدعمه هيك في ابتسامه. نعم. فيعني هذا بالنسبه لنا، يعني انه هاي هدفنا. وكمان يعني ينظر انه لذوي الاحتياجات الخاصه كنظره انسان طبيعي. اكيد طبعا. مش انه في عندنا هيك ناس بيقعدوا يا حرام انه شو هذا، لو ايش هيك ربنا بحطوا كل الحق وين على ربنا. صح. يعني بنحسسهم برضه بالخجل، انه هو ناقص. بس صح. لا انت مش ناقص. نعم. انت بني ادم عادي، بس عندك يعني مثلا بجوز معك داون سيندروم. صحيح. يعني مثلا كروموسوم زياده، يعني انه مش هالشيء يعني. اكيد زد، يعني انتم كشباب يعني متطوعين داخل هاي المبادره، لكم اعمالكم الخاصه خارج المبادره. كيف بتنسقوا وقتكم بين مثلا دراسه او بين عمل، وداخل برضه انكم تعملوا للوقوف بجانب مثلا الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصه؟ كيف بتنسقوا وقتكم؟ هسا احنا بنحاول يعني دعمنا خلينا نحكي، او كل طلعاتنا مثلا بدنا نروح نساعد، ما مش انه كل يوم مثلا، يعني حسب يعني بنتفق كلنا مثلا في نهايه الاسبوع مثلا خميس على جمعه مثلا. نعم. خلاص نتفق كلنا على الساعه مثلا 4 مثلا نكون نجمع بمكان، بدنا نروح نزور ناس، بدنا نروح نزور عيله، نقدم لهم اكل، نقعد معهم، نحكي معهم. نعم. طيب هل في حدا بدعمكم بهذه؟ هسه الدعم يعني خلينا نحكي انه مش متواصل، انه مثلا في شخص مثلا بضل يدعمنا كل شهر شهري. لا. نعم. هسه مثلا انا كيف بلشت تقريبا ببدايه ما يقارب 50 دينار كبدايه الي. كنت ايش اسوي؟ كنا مثلا زي ما قلت لكم شغله الخمس دنانير واشيل دينار كل يوم من مصروفي، يعني اقطع مرات عن حال المصروف اساس اجمع المبلغ واعطيه، اقدر اشتري فيه اكل اعطيه لناس. طيب خبرني، مين عزز فيك هذا العمل او هذا هي؟ الله اكيد، يعني هاي اول شيء الله. فانا من يعني من زمان بحب هذا الشيء، يعني انا كنت بستمتع وانا بساعد في الناس. من انت وصغير يعني كنت تعمل شغلات هيك لك مواقف يعني مش صغير يعني. يعني بس انه خلص يعني بس كنت اظني اطلع هيك خلص انه يعني لازم في فئات لازم نساعدها يعني. اكيد داخل المبادره لكم انجازات يعني بتعتزوا فيها، بدنا نحن نسمع بس اهم هاي الانجازات. اوكي. هسه مثلا في مثلا نزور مثلا ناس ارامل، نسوان ارامل مثلا
كبار في العمر نقعد عندهم مثلا نفطر معهم، اقعد افطر معهم، انا اجيب اكل واقعد افطر معهم. مثلا اطفال معهم مثلا معهم شلل من الكاريتاس طبعا، دبرت تقريبا بما يقارب 100 دينار فقط يعني. برضو مثلا دهنا دار، دهنا دار كانت دهانها عدم يعني فعلا دهناها ورجعت شيء كثير كويس. برضو مثلا جبنا حاولنا سرير طبي يعني على قدر حاجتنا يعني، كله يعني اشتريه صراحه يعني اجمع واشتريه ماشي. طبعا يعني السرير الطبي بجوز قعدت 4 أشهر وانا بس قاعد بدور على واحد يشتري لانه غالي، لانه صعب وغاليات شوي صح. بس يعني ربنا بالاخير اكيد وفقك بمبلغ بسيط يعني واضطريت اني اشتريه يعني. بس ربنا بوفقك بالاخير لانه انت عم تسعى يعني لعمل الخير، هو بيفتح لي المجال قدامي يعني خذ بحكي والنعم اكيد 100%. طبعا هلا في معنا بس فيديو حابين هيك تشرح لنا عنه شوي. احنا هون هاي طبعا اول امبارح صار الفيديو، طلعنا قعدنا هيك مع بعض فكرنا انه نعمل نساعد عمال النظافة يعني نقدم لهم لو إشي بسيط على التعب اللي بتعبوه صحيح. واللي إحنا بنسببه هذا التعب يعني إحنا بنسبب هذا التعب. قدمنا مثلا سندويشات بسيطة وكاسات مي لعمال الوطن. كان في مساعدة برضو من المجتمع المحلي، المجتمع يعني أوكي ساعدوا بس بقول لك مش إنه هالدعم اللي بيجينا 100% يعني صحيح. بس بهذا مثلا المشروع بس أنتم المتطوعين عددكم 6؟ احنا 6 ما كبرتوا اكثر للاسف بس لا يعني انا عندي امل انه نكبر. نعم راح نكبر يعني عندي امل انه راح نكبر اكيد يعني. زي عم بنلاحظ هون كانه محتاج، هذا مش من عامل الوطن؟ لا هاي عامل الوطن هاي اللي تحت. كل العمال الوطن كل كان عمال نشاطكم من امبارح يعني حاولنا قدر المستطاع ندور عليهم. طب لما بتكونوا هيك بالشارع يعني مثلا المجتمع المحلي لما بشوفكم ما بيحاول انه يساعد او يساهم بشيء بسيط؟ يعني بصيروا يطلعوا بس انه شو بعض او بصوروا بصوروا ما عمرني صراحه انتبهت انه حد بيصور يعني بس انه بصيروا يطلعوا في منهم بيبتسموا يعني كنت الاحظ الناس يبتسموا يعني واحنا بنساعد فيهم. طيب من خلال الحمله هي تبعتكم اللي عملتوها من قبل كم من يوم يعني ما حاولتوا انكم تطلبوا من حدا انه يساعدكم حتى تقدروا تقوموا بطريقه يعني بتوزيع لاكثر من محافظه خلينا غير عمان يعني؟ هسه مو هون المشكله انه دعمنا محدود يعني هاي المشكله يعني الناس ما عم تتقبل. ما هو هسه بنكتب على الفيسبوك بكتب على الفيسبوك انا يعني بس انه الناس يعني كيف بدي احكي لك بدهم إشي تحسيه رسمي أكثر. هذا قاعد بلاحظه إنه بدهم الناس إشي رسمي أكثر وأنا قاعد بحاول قدر المستطاع إنه أعمل هذا الإشي أساس يقدر يجيني لو مبلغ بسيط إنه أقدر أعمل فيه إشي. لو مثلاً حدا بيقدر يدعمنا مثلاً شهرياً في مبلغ معين لو أقدر مثلاً أشتري حصص هالأكل. نعم هلأ برضو زيد معنا صور برضو حابين تشرح لنا عنهم أكثر، يا ريت نشوف الصور. هاي بمخيم الحصن لعائلة سورية، رحنا زرناهم واخذنا هدايا زي ما انتم شايفين هدايا للاطفال عندهم، اعطيناهم حصه اكل طبعا وزرناهم واعطيناهم هون طبعا الدهان، هاي دهان دار باربد كان هاي قبل طبعا كان دار يعني سيئه جدا يعني سرعتهم. فهذا مثلا التخت الطبي يعني هو خلينا نحكي مش هالتخت انه صحيح ممتاز بس انه حاولنا قدر حاجتنا. هلا هدول الناس انتوا حدا بدلكم عليهم ولا هم بيحكوا معكم؟ هاي مثلا هاي قبل السرير الطبي كان دائما على الارض وبلش تقرحات في جسمه وما كانش عنده فرشه طبيه فحاولنا. هاي ايام رمضان وزعنا على الاشاره مي وتمر. نعم هاي كنا جروب في كنيسه كنا مع بعض جمعنا واتفقنا وهيك. هذا الطفل اسمه زيد برضه معه شلل دماغ عنده الاحتياجات الخاصه. نعم منروح نقعد عندهم كذا مساعدنا. هاي ست كبيرة، هاي ست كبيرة أرملة يعني صار لها زمان فمنروح قعدنا عندها بساعدها بعطيها حصص أكل قعدنا أفطرنا مثلا معها. يعني زيد زي ما سألتك وإحنا طبعا عم بنشوف الصور إنه يعني أنتوا هدول الناس حدا بدلكم عليهم ولا أنتوا بتضلكم يعني تدوروا على هيك ناس؟ هسا إحنا مرات بندور وبس المعظم إنه ناس بدلونا
ناس بيدلونا، بس انا بطبيعتي مثلا اوكي ناس بيدلني بروح قبل ما مثلا بروح اوكي بزورهم نتفق معهم باخذ مع حصه الاكل ما بنزلها دايركت، بخليها مثلا بالسياره بنزل بقعد مع العيله. يعني في ناس مثلا يرنوا علي يقولوا لي بدنا، طب مثلا انزل عليهم على الدار يكون دارهم كويسه مثلا وضعهم المادي كويس مش محتاجين بس انهم بدهم سرعه كلهم بدهم يكسبوا فاهم علي. فلا انا بنزل بقعد معهم طبعا من المحيط خلينا نحكي انت قاعد فيه ببين معك اذا فعلا محتاجين ولا لا. طبعا طبعا فاهم علي. طيب فقبل ما هذا بقول لهم انا معي حصه اكل هيك حاب اقدم لكم اياها يعني كمساعده. طيب شو بتحب تحكي عبر قناه او برنامج صباح الخير يا وطن؟ اول شيء بشكركم انا على استضافتي هاي اول شيء. نعم. وان شاء الله يعني انه نقدر توصل اهدافنا لكل المجتمع. نعم ان شاء الله يا رب. نعم. ما بتناشط حدا؟ ما بتوجه او بتطلب يعني من حدا شيء؟ اكيد يعني اذا اللي شايفنا هسه بحضرنا مثلا في لنا صفحه على الفيسبوك مكتوب فيها كل الانفورميشن، لو يعني يكتب بسيرت حمله مطر او رين كامبين تطلع في كل الانفورميشنز والرقم التليفون اللي بيحب يدعمنا باي مبلغ او مثلا اجهزه طبيه مثلا كراسي متحركه سرير طبي ما فيش اي مشكله. اكيد زيد يعني بالنهايه بنشكرك وبنشكر تواجدك معنا لليوم. الله يجزيك وان شاء الله طبعا اكيد يزيد عددكم من 6 لاعداد اكثر ان شاء الله من يا رب اكيد بالتطور. الله يجزيكم الخير ويعطيكم الصحه دائما وتكونوا باكمل وجه وتقوموا على الاعمال الخير دائما باذن الله. شكرا كثير لك. شكرا لك. اكيد مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل نرجع لكم خليكم معنا.